اليوم جينا نتحدثوا حول الخطاب السامي اللي ألقاه جلالة الملك نصره الله، والذي تمحور حول دعم الأقاليم الجنوبية، خصوصا الأقاليم الصحراوية، دعم التنمية البشرية في هذه الأقاليم، ودعم المشاريع التنموية التي جاء بها جلالة الملك من خلال الكثير من المواضيع والتي تطرق إليها. فهذه التنمية تتمحور حول دعم الساحل الأطلسي والساحل الجنوبي، والتعاون ما بين الدول الإفريقية والمملكة المغربية، وخصوصا أكد على الساحل الأطلسي من خلال الموارد ديالو، الموارد سميتو اللي كتعلق بالصيد البحري، واللي ركز عليها بواحد الدرجة كبيرة، وتكلم أيضا على المشاريع اللي غيطرق لها المغرب إن شاء الله في السنوات القادمة، واللي من شأنها ترفع المعنويات وترفع التأثير ديال الصحراء المغربية على المملكة ديالنا الحبيبة. حنا كنتعاونوا مع كاع القوى البشرية والتنموية باش ندعموا هذا الهدف اللي جا بها الخطاب السامي ديال جلالة الملك. والسلام عليكم، معكم اخوكم عبد الواحد فائز جمعه وديره هولنديه، وحضرنا اليوم هذا الفرح ديال المعيد المسيره بصراحه، وهذا النهار تفرحنا وتسعدنا، والخطاب ديال سيدنا اللي سمعناه عاود فرحنا على الجنوب وعلى الصحراء المغربيه، ودائما شحال ساعه العام ديال بوزكوره ترحب بنا، والقياد ديال منطقه ضرب وعزه، ولا رئيس ديال ضرب وعزه، وزعما اليوم داز هذا النهار عرس عندنا في اقليم النواصر سبع اقليم ضرب وعزه، والسلام عليكم تحت الشعار الله الوطن الملك.